في السودان تقدم رئيس مدير الجهاز المخابرات الفريق أول أبو بكر ديمبلام باستقالة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان على إثر أحداث الانقلاب التي حدثت أمس والتي أدت إلى قتل 5 أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لها. وشكل برهان على إثر الأحداث لجنة تحقيق للبحث في خلفيات الانقلاب ومن قام بالتخطيط والتحريض. ما كادت الأمور تهدأ في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير حتى عاد الغليان من جديد بمحاولة انقلاب حاول تنفيذها بعض ضباط المخابرات المرتبطين سابقا بالرئيس البشير، حيث وقعت مواجهات عنيفة في العاصمة الخرطوم استطاع خلالها الجيش القضاء على ما أسماهم بالمتمردين ليعيد فتح المجال الجوي مجددا وتعود الأمور إلى طبيعتها. أكيد أن الأمور الآن عادت إلى نصابها، جميع المقرات الآن تحت سيطرة القوات، مجال الجوي الآن مفتوح بإمكان المواطنين أن يمارسوا حياتهم الطبيعية. وأسفرت المواجهات عن مقتل 5 أشخاص بينهم جنديين ووقوع 4 إصابات، حيث كانت الحكومة قد أعلنت عن تسريح عدد من ضباط بعض الوحدات بهدف إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، والذين رفضوا المقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح واعتبروه أقل مما يجب أن يتلقوه، حيث أغلقوا في وقت سابق حقلي نفط بدارفور واللذين ينتجان قرابة 500 ألف برميل يوميا كرد فعل أولي سبق المواجهات المسلحة. واتهم الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي رئيس قوات الدعم السريع الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة صلاح قوش بالوقوف وراء التمرد، وكان قد لعب جهاز المخابرات السوداني الدور الأساسي بقمع المظاهرات في ديسمبر من عام 2018 والتي أدت لاحقا إلى إسقاط عمر البشير بعد دعم الجيش وضغط الشارع السوداني.